خلاص كنت ناطرة حدا غيري ما بحب خبرك انه الدكتور تبعك راح طلع هو وست عليها وكانوا منجين بعض كمان انا اساسا انا من ناطرة حدا انا وياك ما قلنا حكي فاذا بترين تخليني اقطع فبليز زيح من وجهي نحن وين؟ جهنم الحمراء لحالنا راس براس اسمه جن جن فكني فكر لي ايدي عم اقول لك فكني يلا فورا شو عم تعمل؟ شو مفكر حالك عم تعمل يعني جايبني لهون ومربطني فكر لي ايدي واجري هلا قوس خلص انا وياك قوس تركنا انا وياك مش لبعض يعني كل شيء عم تعمله هون يا عمي ما بيفيد تركني دخلك الحقنا خير شو صاير ما بعرف شو اقول بس قوس شكله اخذ فيه وما بنعرف وينه شو وينك انت انا قدام باب البيت انا واختي مش عارفين شو نعمل ملبكين وخايفين كتير طيب خليكم مطرحكم لا تروحوا لمكان انا جاي فورا طيب يلا جاي شو جاي طيب خلينا نشوف اذا في شي خبر بالبيت شو تعملون شو في حكوا شو صاير شايفين ان قوس خطف لفاي شو معقول لازم نخبر الشرطه بركي عن جد خطفها او منحكي مع الحكيم اول شي حكيناه جاي على الطريق بابا شو بدنا نعمل فيه والله بينزلت طب بركي مش خطفها بركي قاعدين بشي محل عم يتحدثوا وتركوا التليفون احكوا لي شو اللي صار بالتفصيل قوس مختفي ترك موبايله بالبيت واخذ سيارة صاحبه وراح يشوف في وفي من وقت ما ظهرت من المسابقة ما سمعنا عنها شيء وتليفونها مش عم بترد عليه حدا منكم انتبه لنمرة السيارة المستعارة؟ ايه اخذناها من كنان تعالوا معي يمكن انت ما بتعرفني بس انا بعرفك انا بعرفك كتير منيح اوكي مشي لا انت منك بيعك انت مثل امك الله يرحمه انت قلبك طيب انت منيح انت كتير منيح من جوا ليش هيك عم تعمل يا هوس العالم اللي مثلي معلم محل بهي الدنيا فيه أنا أمي ماتت لأنه قلبها طيب الحياة للعالم وسخة اللي مثل أبي بتعرفي شو؟ أنا كثير نأذيت عشت ضرب وإهانة وذل أبي أخذ لي أغلى شيء بحياتي أخذ لي أمي بس انت اخذت حياتي كلها وما بدك تعيشي معي تمام بس بدك تموتي معي لا بدرجك ما تقتلني انتحر مات
دكتور جوال يا ردي عجلي ردي عجلي. الو الو ورد، لقيناها لفي. لا تخافوا هي منيحه اطمنوا. لا هو لا هو لفي. الحمد لله يا رب. هاتي بي هذا التليفون. لا الو اهلين عم حكيم في حدك؟ ليك في جنبي. ايه لا تاكل همها هي منيحه بس تعبانه شوي ما قدراني تحكي. انا بكل الاحوال راح اخذها على المستشفى فورا لحتى اطمن عليها. اي طيب خلص خلص بنشوفها هوني. يلا طالعين نحن. يلا بابا يلا نمشي. يلا 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 قدامي كله يطلع على سياراته. وين انتوا الاثنين موجوعه؟ هو راح يعيش. رح اشرب من دمه. إذا بتحبها عن جد بتبعد عنها. بعد اللي عملته فيها أنت ممنوع تقرب عليها أو تشوف خلقتها أو حتى تجيب سيرتها على لسانك. نحن هون لناخد إفادتك تجازيك قصرا. ما رح نتعبك بس بدنا نسأل كم سؤال. لا لا هو ما خطفني. أنا وياه كان في إشي بيناتنا وكان بدنا نحكي بس هيك. في لا تخافي احكي اللي صار. يا ريت تحكي كل شيء وما تنسي لما لقيناكي كنتي مربطة. أنا حكيت كل اللي بدي أقوله. ما خطفني. في لازم تخبريهم وأوس لازم يتعاقب. كيف يعني ما خطفك؟ ما بدي اشتكي على حدا بليز. إذا بتريدوا خلوني لحالي شوي ارتاح. طيب مضيها.